بالنسبة لتسليل سماحة الشيخ عن تفسير قوله تعالى يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، ولو توضح لنا، تفضل توضح لنا رجاء تفسير هذه الآية القرآنية الكريمة. يعني هذه الآية الكريمة هي من جملة ما توهم المخالفون أنها تدل على التجسيم، إذ يتصورون أنه في يوم القيامة الله يجلس على عرش يحمله ثمانية يطوفون به، فيقولون هذا دلالة على التجسيم، لأنه ما دمنا قلنا العرش يحمله ثمانية إذن له مساحة محددة وما يجلس عليه له كتلة محددة، إذن الله جسم ذو كتلة. والحال أنهم لم يدققوا في لفظ الآية الكريمة. الآية الكريمة لا تقول ويوم أو ويحمل ربك على عرشه يومئذ ثمانية، وإنما تقول ويومئذ، شنو الآية؟ ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. عرش ربك، عرش ربك شنو هو؟ عبارة عن مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، غيبي نحن لا نعرف حقيقته. الله شبهه بالعرش ونسبه إليه لأنه يظهر عظمته. عينا مثل القلم، مثل اللوح، هذه الأمور التي نسبها الله تبارك وتعالى إليه هي عبارة عن مخلوقات تظهر عظمة الله تبارك وتعالى، لكن لا نعرف حقيقتها. الله شبهها بمعاني معينة في دنيانا، وإلا لا يصح أن نقول عرش الله يعني الله جالس على هذا العرش كالملوك. عينا مثل ما لا يمكن أن نقول إن بيت الله اللي هو في مكة المقصود منه هو أن الله عز وجل هذا مكان سكنه، هذا الأدرس ماله، هنا بيت الله يعني جالس هنا. بيت الله مخلوق أيضا في الدنيا اللي هو البيت العتيق، الكعبة المشرفة، مكة المكرمة، نسبها الله تبارك وتعالى إليه وسماها بيته، بيت الله، مجرد إظهارا لعظمته، فتحا لباب التوجه إليه هكذا. بالمناسبة أيضا أنه المخالفين يستدلون، يعني شوف من استدلالاتهم الطريفة أيضا، أنهم يقولون الله لا شك أنه جسم وأنه في السماء. إحنا ما نقول الله في السماء، ها هم يقولون الله في السماء، الله جالس هناك في السماء على العرش، وبالثلث الأخير من الليل ينزل، يعني بعد كم ساعة شوي راح ينزل. زين، فشنو يقولون الدليل على ذلك؟ ما هو؟ شوف الاستدلال الجاهلي، شوف أنه يقولون إحنا لما ندعو الله شو نسوي؟ نرفع ايدنا الى السماء، فمعنى ذلك انه الله بالاعلى. طيب اذا كان الامر هكذا، هذول اللي باستراليا ويرفعون ايدهم الى السماء وين يروح؟ يروح مكان اخر، يعني اذا احنا نرفع في هنا في انجلند مثلا فوق، مو فيصير ترفع يروح في اتجاه معين في الفضاء، فيروح في هذا الاتجاه. ذاك اللي باستراليا مثلا يروح في اتجاه اخر، فهسه ما عرفنا الله هنا لو هنا، وذاك اللي بافريقيا وذاك اللي باسيا وذاك اللي بامريكا، شي حلها هاي بعدين صار الله كل مكان. فاذا مو مجرد التوجه الى السماء في الدعاء معناه انه الله ساكن هناك والعياذ بالله. لا، الله كما قلنا لا يؤطر بزمان او مكان. خب لماذا نرفع يدنا الى السماء؟ الله امرنا بذلك. الله أمرنا لأن السماء جهة العلو، ونحن نريد أن نستهبط رحمة الله، نستنزل رحمة الله، نستنزل الإجابة من الله، فالله أمرنا أن نرفع أيادينا إلى السماء، مثلما أمرنا بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة. لا يعني ذلك أن الله موجود في الكعبة، أينما تولوا فثم وجه الله. لاحظتم؟ في بعض الروايات أيضا فسر أمر رفع اليد يعني إلى السماء أننا نتوجه إلى قبلة أهل السماء. شوفوا مثلما أهل الدنيا لهم قبلة وهي الكعبة المشرفة، كذلك أهل السماء لهم قبلة وهي البيت المعمور. هناك أكو عندهم قبلة، الملائكة وأهل السماء يتوجهون إلى تلك القبلة حينما يصلون ويعبدون الله ويدعون الله تبارك وتعالى. ففي بعض الروايات هكذا عن أهل البيت عليهم السلام فسر الأمر رفع اليد إلى السماء أنه باتجاه البيت المعمور هكذا يعني.